ايه اللي ممكن اعمله النهارده عشان احسن فرصي؟ احنا قلنا اقعد مع ناس موجوده في الفيلد ده، محتاج اعمل ساعات اكتر، ايه تاني؟ عايز بس اجمعهم كلهم في سؤال واحد عشان الناس برضه تقدر تجمع المعلومه. طبعا طبعا الناس بتفهم اكتر بكتير. القرايه جزء مهم جدا من الموضوع، مهم جدا جدا، قرايه او دوكيومنتريز او ايا كانت بتاع المانجنج بتاع الوقت، ازاي تعرف تنظم وقتك. احنا بنضيع وقت كبير جدا من حياتنا في ولا حاجه، ما بين سواقه، ما بين قاعد على القهوه، ما بين فيسبوك فيسبوك كاسه فاضي. ترتيب الحاجات مهمه قوي، وترتيبها ان هي تبقى ليها دايما في دماغك ترتيب الاولويات. انا عارف ان انا النهارده عايز اذاكر كذا او اتعلم كذا، فلما اصحابي يكلموني مش هنزعل على القهوه، هقول لهم لا انا مش فاضي عندي كذا. ومش فاضي مش معناه ان عندي شغل، فاضي معناه ان انا محتاج اعمل لنفسي حاجه. حلو. هيفيد قوي في الموضوع ان انت تكيب تراك، يعني يبقى عندك دايما لو بتسجل هتكتشف ان انت كل يوم لو انت قعدت كل ساعه خمس دقائق، فانت معنى كده انت قعدت في يوم مش عارف قد ايه على الفيسبوك. فاهم قصدي؟ حلو. فالمونيتنج ده مهم قوي. استغلال الوقت في حاجات زي مثلا انت شخص مثلا بتسوق كتير قوي ساكن بعيد، فمش لازم يكون الساعه دي بتسمع الاوديو، يعني اسمع كتاب، يعني في بودكاست، حاجات اوديو، اوديو بوكس، حاجات زي كده. ده مثلا هيوفر لك وقت، بتركب المترو، اقعد سكتش في المترو. يعني قصدي دايما حاول تلاقي وقت تعمل فيه حاجه، فدي حاجه مهمه جدا، خصوصا في اللي لسه بتعرف مصر. مهم الوقت، مهم الوقت.